عبر معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة وزير الخارجية عن استنكاره الشديد لما وجهه يوسف القرضاوي من اتهامات للإمارات العربية المتحدة الشقيقة. في تطور لافت للمواقف بين دول الخليج، أدان النظام في البحرين تصريحات الشيخ يوسف القرضاوي التي ندد فيها بسياسة دولة الإمارات العربية المتحدة في خصوص الشأن المصري. القرضاوي الذي يقيم في قطر ويحظى برعاية القيادة القطرية دافع عن الرئيس المصري السابق محمد مرسي وأبدى هجوما عنيفا ضد ثورة 30 من يونيو، منددا بمواقف الحكومات المؤيدة للمشير عبد الفتاح السيسي. الخوارج هنا الذين خرجوا على محمد مرسي، هذا من غير شك. من يقول غير هذا ليس بعالم. نحن نقول هؤلاء ينطبق عليهم الأحاديث: من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يفرق عصاكم ويشق جماعتكم فاقتلوه أو فاضربوه بالسيف كائنا من كان. وقد حظيت الإمارات بانتقادات لاذعة من القرضاوي بسبب موقفها المناهض للإخوان المسلمين في مصر ودول الخليج. رجال حسن مبارك وحكم حكم مبارك وذهب إلى الإمارات ليعيش الإمارات، والإمارات التي تقف ضد كل حكم إسلامي وتعاقب أصحابه وتدخلهم السجون. وزير خارجية النظام خالد أحمد الخليفة اعتبر تصريحات القرضاوي مهينة للإمارات، ورأى فيها استهدافا لدول مجلس التعاون دون استثناء بحسب قوله. وحث الوزير السلطات القطرية بعدم السماح لأي شخص يقيم في أراضيها بالإساءة إلى الأنظمة في الخليج. يشار إلى أن القرضاوي تبنى مواقف مناهضة لثورة البحرين في أول انطلاقتها، وروج للاتهامات التي بثها نظام آل خليفة والتي اعتبرت الثورة طائفية ومدعومة من إيران. إن ثورة البحرين ثورة غير هذه الثورات، إنها ثورة طائفية. مراقبون يرون أن هناك تصدعا في العلاقات بين دول الخليج، لا سيما بعد موقف عمان غير المؤيد للاتحاد الخليجي، وبعد القرار السعودي الأخير بمنع السعوديين من القتال في سوريا. وتوقع متابعون استمرار هذا التصدع على خلفية المواقف المتباينة حيال الملفات الإقليمية.